نمبر 1 هنا بيقول لي لو عندي اللارجمنت يعني الريشيو، طبعا الريشيو لازم يكون ايه 1 تو 2 تو 3، مو من الصغير الكبير، من الكبير للصغير ده ريشيو، تمام. ولو عندي سيميلر فلازم يكون الاثنين ديفرنت، يعني 2 تو 3، 1 اوفر 2، يعني زي مثلا 0.5 دي تنفع تبقى سيميلر، 2 دي تنفع تبقى سيميلر، يعني 2 ريشيو 1 دي تبقى 1 ريشيو 4، تمام، دي 1 ريشيو 1. طيب هنا بقى كان سبيشال شوية، هنا قال لي كلمة congruent. يعني ايه congruent؟ يعني ايه شكلين congruent؟ يعني هما الاتنين اصلا typical، يعني لو الاولاني identical مع بعض، يعني الاولاني 1 يبقى التاني 1، يعني لو side هنا 1 هيبقى side اللي هناك 1، عشان كده الratio اللي احنا بقى الإجابة بتاعتنا هتبقى 1 ratio 1، 1 ريشيو 1 يعني 1، اوكي، عشان كده احنا اخترنا 1 عشان خاطر كلمة congruent، والcongruent شكله كده. نيجي بقى اللي بعدها البروجيكشن. اتفقنا البروجيكشن ده عبارة عن خط، تمام، او بوينت او ستريت لاين او ray موجود، يعني عندي كده بروجيكشن في خط كده، والبروجيكشن بتاعه او اللي هو الشادو بتاعه اللي هينزل تحت بقى، فبيقول لي اللاين ده بقى بارلل، فبيقول لي بقى البروجيكشن بقى يكون ايه اصغر، هو في الغالب دايما بيكون اصغر، تمام، ما عدا بس في كونديشن مره واحده بس اللي هو لما يكون بارلل يكون ايكوال، عشان كده احنا اخترنا هنا ايكوال عشان خاطر البارلل ده. نيجي اللي بعدها بقى، اي ترينجل في الدنيا ما فيهوش ايكوال، يكون سمولر جريتر، تمام، فيش ترينجل فيه ايكوال كده، في انجل واحد سايد واحد بس ايكوال اتنين تانيين بلس او ماينس، غير لما يكون ده اصلا رايت، تمام، ورايت كمان فين؟ رايت كمان في يعني قدام الهايبوتنس، ففين هنا الهايبوتنس؟ لما يكون بلس بيكون الهايبوتنس موجود الناحية دي لوحده كده، لكن لما يكون ماينس دي معناه ان احنا ده سايد وده سايد والهايبوتنس ده، يعني ده الهايبوتنس. فالهايبوتنس بي سي، فيبقى الرايت انجل ايه اللي هي بي. بعد كده عندي الاوبتيوس انجل، اوبتيوس انجل ترانجل ات بي، تمام، ده كده بس السؤال ده مهم، عندي اوبتيوس في البي، اوكي، فالبي كده قدامها اكبر سايد ذا جريتست سايد، يعني الاي سي ده جريتست سايد، اوكي، وعندي سايد 3 وعندي سايد 5، فالسايدس الباقية بتبقى بتوين الماينس بتاع دول، يعني 5 ماينس 3 2، يعني بتوين ال 2 والبلس بتاعهم اللي هو ال 8، أي رقم بتوين ال 2 وال 8 ينفع، يعني 3 و 4 و 5 و 6 و 7، أنا عندي هنا 4 و 5 و 7، ال 8 لأ، تمام، لأن لازم يكون البلس بتاع 2، تمام، يكون أكبر من السايد التالت، أوكي، فلو هنا 8 فالبلس بتاع دول 8 مينفعش يكون ايكوال، فقدامي بقى 7 و5 و4، اوكي، لما عندي اوبتيوس يبقى الاوبزيت للاوبتيوس، يعني قدام الاوبتيوس ده لازم يكون جريتر ذان الاثنين الموجودين بقى ال 3 وال 5، يعني لو 6 او 7 تمام. طب انا عندي موجود ايه بقى؟ موجود 7، لو كان موجود 6 كنا اخترناه، ده عشان خاطر ايه؟ اوبتيوس، لكن مفيش كلمة اوبتيوس بقى، كانت 7 تنفع و5 تنفع و4 تنفع، وكان ساعتها هيكون هنا جايب كده بقى ايه كلهم دول موجودين، وقول لي اكسبت، طبعا اكسبت ليد. السؤال اللي بعده بيقول if two polygons are similar، لو عندي two polygons وهما الاتنين similar the ratio between the lengths of the two corresponding side، مستر هذا صفحة كام؟ السايد الصغير 2 والسايد الكبير 3، تمام، فالبريمتر برضو هيكون ايه؟ يكون نفس الريشيو هو هو، يعني برضو بريمتر بتوين السمول اند جريت هيكون برضو 2 ريشيو 3، هيكون نفس الريشيو هو هو، اوكي. السؤال اللي بعده اي بي سي از ترانجل وعندي بيربنديكولار، اوكي، فلو رسمناه بقى ونشوف بقى البروجيكشن هيكون فين، فبيقول لي بقى AD perpendicular، طبعا ارسم ABC ده مثلث عادي خالص،
هنرسم اي ترينجل A B C. A دي بيربنديكولار، يعني نازل من A D كده، نازل بيربنديكولار هنا اسمه D. هو بقى عايز البروجكشن بتاع ال A B، يعني عايز البروجكشن بتاع ال A B on B C. فال B موجودة هنا وموجودة هنا، فملهاش بقى بروجكشن، هتبقى البروجكشن اتسل في ال B نفسها. هنشوف ال E بقى لما تتحرك ناحية ال C توصل فين بقى. ال E لو اتحركت move to direction of B C، اتحركت بقى ناحية ال B C، هتوصل بقى بربنديكلر فين؟ عند ال D. فالإجابة تبقى B D. السؤال اللي بعده، if each of two triangles is similar to the third، لو عندي اتنين يعني two triangle يعني ده similar مع واحد تاني، هما الاتنين similar مع واحد تالت، يبقى هما تلاتة ايه؟ are ايه؟ are similar. نيجي بقى اللي بعدها، لو عندي a b perpendicular ال b c، شايفين هنا في b وهنا في b، اوكي، فالشكل هيبقى شكله كده. لما هنا في b يبقى هنا a وهنا c، دول كده perpendicular. then the projection of a c، يعني عايز البروجكشن بتاع ال a c ده هيتحرك بقى يوصل عند ال b c. فال c موجودة هنا وال c موجودة هنا، فالإجابة هتبقى c زي ما هي. ال a بقى لما تتحرك تنزل بقى تحت عند ال b، تمام، هتنزل توصل عند ال b نفسه، طب الإجابة b c. نيجي الشكل اللي قدامنا، لما يكون سايد لوحده كده سمول، او ايكوال او جريت، فكده بقى السايد ده سمول، اوكي، يبقى الانجلز كلها ايه؟ لو هو جريت يبقى كده الترينجل ده اوبتيوس، لو هو سمول يبقى الترينجل ده اكيوت، كلهم اكيوت، تمام. لو عندي بقى الايكوال، اوكي، رايت انجل، رايت، فده كلهم كده هيبقوا اكيد. تو ترينجل ار سيميلر اف ذا لينث اوف ذير كورسبوندينج سايد، السايد مالهم لازم يكون سيميلر، السايد مالهم والانجلز مالهم، الانجلز لازم يكونوا ايكوال، لكن السايد كده ليها كلمه ثانيه، بروبورشنال. برافو عليكي. Proportion أو proportional، تمام. A projection of a point which belongs to the straight line، لو عندي point موجود على straight line اللي احنا نعمل أصلا projection عليه، هي projection بتاعها يكون فين بقى؟ هيكون نفسها itself، لأن هي already موجودة على projection line. نيجي بقى هنا، عشان نعمل بروف ان ده سيميلر، فمحتاجين بقى تكون الانجلز كلها ايكوال، الانجلز اللي هنا في الاي اي دي، تمام، اللي هو الترانجل ده، الانجلز كلها لو هنا ايكوال او على الاقل تو انجلز ايكوال، تمام، مع التاني بقى يبقى كده هما الاتنين سيميلر. فهل الانجلز اللي فوق والانجلز اللي تحت ايكوال؟ في عندي بارلل، فاكيد ممكن استخدم الالترنيت، في عندي كمان خطين عاملين اكس، فممكن استخدم vertical opposite angle. يبقى انا محتاج number one angle equal angle، number two كمان angle equal angle. مين angle equal angle؟ شايفين الانجل هنا angle A وangle C، هما الاثنين equal. اشمعنى equal؟ عشان في parallel. اوكي، يبقى ميجر انجل A ايكوال ميجر انجل C، ليه؟ عشان alternate.
طيب بقى نيجي بقى، في عندي برضو اتنين انجل تاني ايكوال، شايفين انجل دي اكس مثلا والانجل دي اكس مثلا، هما الاتنين دول ايكوال. ميجر انجل ا اي دي، ا اي دي ايكوال ميجر انجل بي اي سي. ليه بقى؟ مش هنقطع حاجة كنا درسناها قبل كده، حاجة اسمها vertically opposite angle، هما الاتنين vertical opposite angle. لو يكون خط كده وخط كده intersection، فالاتنين قدام بعض دول بيكونوا equal، اسمهم vertically opposite angle. فأنا كده عندي angle equal angle و angle equal angle، يبقى كده ال angles كلها بقى هنا وهنا موجودين بقى زي بعض، يبقى كده الاتنين دول similar. فزين بقى ان هما كده similar. طيب نيجي بقى للبريمتر ال A B C. فنجيب البريمتر ازاي بقى؟ هنشوف سايد مثلا، شايفين ال A D، ال A D انا خدت هنا اول لتر واخر لتر كورسبوندينج مع ال C B، يعني اوفر ال C بي. اشمعنى اخترت الاثنين دول؟ عشان الاثنين دول البي سي موجود عليها رقم لكن الباقي مش موجود، فاخترت اثنين بقى موجود عليهم رقمين، واحد في السيميلر الاولاني في ترنجل الاول، وفي واحد في ترنجل الثاني. فتبقى الاجابه ايه؟ 4 اوفر 8، يعني 1 اوفر 2. يعني اي ريشيو بقى بتوين واحد من الصغير مع واحد من الكبير يبقى 1 اوفر 2. أو ممكن نحلها كده منتال، طبعا دي الستيبس بتاعتها المنتال بقى، ان هنا الفور بقت 8 فحصلها تايمز 2، فال2 دي اكيد هتبقى هنا 4، وال3 دي اكيد هتبقى هنا 6. تمام، بس هنستخدم طبعا الطريقه دي. استخدمها ازاي بقى؟ اي اتنين، واحد من الصغير واحد من الكبير، هيكون 1 اوفر 2. يعني نقول كده ال دي اي اوفر ال بي اي ايكوال 1 اوفر 2، يعني الدي اي 2 والبي اي هنشوف تطلع كام، ايكوال 1 اوفر 2، يبقى البي اي ايكوال 4 سنتيمتر. بكده بقى البريمتر هيكون كام؟ هيكون 8 بلس 4 بلس 6، يعني كده ايكوال 18 سنتيمتر. نيجي بقى للشكل اللي قدامنا ده، عايز بروف بالانجل هي دي، عايز بقى بروف ان هي دي 90. عشان نعمل بروف 90 فاكيد هنستخدم الكونفيرس اوف بايثاغورس ثيرم، يعني عكس نظريه بقى بايثاغورس. ايه بقى النظريه دي بتقول ايه؟ بتقول لو عندي في هايبوتنس، تمام، نعمل له باور 2، والاثنين السايدين اثنين السايد التانيين تو سايد الباقيين بقى نعمل لهم باور 2 بلس، يطلع لي اتنين زي بعض. طب الاي سي انا ما اعرفش كام الاي سي، انا محتاج الاي سي دلوقتي، فممكن يجيبوا السمول ترينجل اللي هو الاي بي سي. فالاي سي ايكوال ايه؟ سكوير روت لمين؟ لل 4 باور 2 بلس ال 3 باور 2، يعني هيطلع 5، وده فيموس ترينجل هو 3 4 5، يعني ده كده 5 سنتيمتر. طيب الترينجل بقى الجديد بقى اللي احنا عايزين فيه انجل 90، في 5 وفي 12، فنطلع بقى 13 باور 2 ايكوال 12 باور 2 بلس 5 باور 2، يبقى كده ده 90. هما فعلا هيطلعوا كده، هيطلع ال AD باور 2 equal ال AC باور 2، او خلينا بنفس الترتيب اللي فوق، ال DC ال DC باور 2 بلس ال AC باور 2. يبقى زين الانجل ده right angle وال ACD is 90. نيجي بقى السؤال ده نمبر 4A، very important، وهو short question، سهل قوي. بيقول حدد بقى determine
تمام type of A B C according the angles. يعني هو مديني السايدس وعايز بقى هو A angles, right angle, acute angle, optus angled. فهنشوف احلها ازاي بقى. حد فاكر مين بناخد الواحد ونعمله باور 2, 7 ولا 8 ولا 10؟ التين عشان هي جريدز. تمام, يبقى 10 باور 2 ونعملها كومبير مع الاتنين التانيين بقى اللي هي ال 7 باور 2. تمام, طبعا مش لازم البرانسز دي, بلس 8 باور 2. مين بقى الجريد؟ الجريد ال 7 باور 2 بلس ال 8 باور 2 هما يكونوا الجريد؟ اه اوكي, لان دول هيطلعوا 49 بلس 64 دي هتبقى 100. يبقى كده ما دام سمولر يبقى ده ايه؟ اكيوت انجلد ترانجل. نيجي بقى اللي بعدها, هو هنا عامل سيميلر بين السمول ترانجل مع البيج ترانجل او الكبير قوي بقى اللي بره, اللارج ترانجل ده اللي بره. بيقول احنا عايزين بقى نثبت ان هما سيميلر. سهل قوي, لان ليه؟ عندي اهو دي نمبر 1 مكتوبه في الجيفن اوريدي موجوده, ميجر انجل اي اي دي ايكوال ميجر انجل سي, دي اهو نمبر 1. نمبر 2 عندي ميجر انجل اي از كومن, يعني ميجر انجل ايه موجوده في الاثنين اصلا, في الصغير وفي الكبير. فكده خلاص كده ايه, هما الاثنين سيميلر. نحتاج بقى اي بي. الاي بي ده في الكبير خلاص, يعني ناخد واحد من الكبير. فالاي بي كورسبوندينج مع مين؟ نعرف بقى من الليترز دي, ادي اي بي. مين معاها الناحيه التانية بقى؟ كورسبوندينج اي دي, فهي كورسبوندينج مع الاي دي. الاي دي كام سنتي؟ 4. هناخد بقى واحد من الكبير بقى يكون موجود اصلا. مين من الصيد الكبير موجود؟ ال AC. طب ال AC corresponding مع مين؟ تعال نشوف في الليترز هنا AC, يبقى ناخد AE. كلهم الاقيهم بقى موجودين ما عدا ال AB اللي هو محتاجه. فكده ال AB over ال AD اللي هو 4 equal to ال AC 4 plus 8 يعني 12 over ال IE اللي هو 6. فنعمل بقى 4 times 12 over 6 يدينا بقى ال AB كام؟ 8 سنتيمتر. نيجي بقى اللي بعدها, ميجر انجل بي ايكوال 90. تمام, عايزين بقى كل الحاجات دي. اي بي, اي بي لو فاكرين بقى الطريقه اللي هنعملها, البي اي باور 2 ايكوال اي دي من غير باور 2 تايمز الاي سي من غير باور 2. ده كلادين. نقولها تاني, البي اي باور 2 ايكوال الجزء الصغير اللي هو اي دي مالتبلاي الجزء الكبير بقى الهايبوتنس اللي هو اي سي. نحفظها كده بالارز بتاعتها دي. شايفين الارز متحركه ازاي؟ بي اي طبعا باور 2 ايكوال الصغيره بقى اي دي مع الثانيه بقى الاي سي. نقدر بقى نجيب البي اي او الاي بي, يعني كده هنعمل روت, من كده روت لمين بقى؟ 9 ملتبلاي كلهم بقى 16, وال 9 يطلعوا كام بقى؟ 25.
سهل أوي. روت 9 3 وروت دي 5 يبقى 3 تايمز 5 يدينا بقى 15. كده جبنا ال AB. عايزين بقى نجيب ال BC. مين يبقى بقى شطور كده يقول لنا ال BC؟ ال BC ايكوال ايه بقى؟ نفس الفكرة برضو. BC بار 2 ايكوال ال 16 multiply 25 كلها، يعني 16 multiply 25 root 16 4 root 25 5 يبقى 4 times 5 هيدينا 20 سنتيمتر. يلا بقى ال BD برضو تبع الإكليديان برضو. شوف في الامتحان هيجي حاجة في الإكليديان. محتاجين بقى ال BD برضو. ال BD بار 2 ايكوال بقى اتنين صغيرين بقى 9 تايمز 16. لو عملتهم هيطلع بقى الإجابة 3 تايمز 4 هيطلع 12. آخر حاجة بقى محتاج ال B D. محتاجين ده ده ممكن نجيبه لو عرفنا بقى ايه، عرفنا ال hypotenuse كام. اوكي، وعندنا ال 8 اهي موجود، فمعناها ال 8 باور 2 equal ال B D multiply ال بي سي. طب ال بي سي ايكوال كام؟ فعشان نجيب ال بي سي، طب بيثاغورس، فنعمل عشان سايد سايد وحدين هايبوتنس، يبقى 8 باور 2 بلس 6 باور 2 هدينا 10. بكده بقى يبقى ال 8 باور 2، 8 باور 2 اللي هي كام؟ 64 ايكوال ال بي دي اللي احنا محتاجينه مالتبلاي بقى ال 10 كلها. يبقى ال بي دي كده في الحالة دي هيبقى 6.4 سنتي. هنعمل divided. next if the triangle are similar ratio between the two corresponding sides، يعني في واحد 3 وواحد 4، يعني الصغير اكيد 3 والكبير اكيد 4، تمام. and the perimeter of the smaller، يعني كده لو ال 3 تمام بقت 4، فهنا بيقول لي البريمتر الصغير 36، يبقى بقى الجريد كام؟ فنعمل كروس مولتبليكيشن 36 multiply 4 divided 3. اوكي، طبعا لو قال لي جريد كنا كتبنا 36 under L4. اوكي، نيجي بقى دي it's very easy question و important question كمان. لما يكون عندي بقى great بس ده لوحده كده مفيش حاجة معايا تاني great، يبقى أكيد obvious. The length of the projection، أي projection في الدنيا بيكون بقى ما نجيبليش بقى بره لأي حاجة، فيكون ممكن يكون smaller than or equal. نفتكرها بقى بال projection دي، ماشي. أي projection ما فيش كلمة parallel ولا on the straight line ولا أي حاجة بقى كده، فدايما بيكون smaller than or equal. The right angle triangle and perpendicular from the vertex
of the right angle triangle to the hypotenuse divided. يعني بيقول لي كده اللي عندي right angle triangle، تمام، وجي بقى كده perpendicular، فهو بيتكلم على الاثنين ترينجل دول، واحد هنا واحد هنا، الاثنين دول بيكونوا ايه؟ congruent؟ طبعا لا. similar؟ اه تمام، بيكونوا similar، لان فيهم 90 و90 وفيهم هيبقى angles. تمام، تمام يا مستر. نيجي بقى ال right angle triangle at A، ممكن نرسمه عادي عشان ده يكون فيه شغل كتير، فنرسمه كده. كل واحد فيهم 4، يعني هنا 4 وهنا 4، يبقى ال hypotenuse كام بقى؟ مين يعرف؟ نعمل ايه؟ هنعمل سكوير روت ل 4 باور 2 بلس 4 باور 2. يلا كده هنعمل سكوير روت ل 4 باور 2 بلس 4 باور 2، تطلع كام بقى دي؟ تبقى 4 سكوير روت 2. 4 سكوير روت 4. ما تخضش عادي لو طلعت كده. ايه هو بقى عايز ال A؟ مستر yes هي طلعت 4 سكوير روت 2. تمام، سوري سمعتها غلط. تمام، 4 سكوير روت 2، هي فعلا تطلع 4 سكوير روت، عشان دي تطلع 4 سكوير روت 2 برضه. تمام، عايز بقى ال A D. ال A D ده perpendicular جوه بقى، فال A D أصلا اللي هو جوه ده، تمام، ده ليه رولز كده لوحده. ال A D بيكون side multiply side over ال hypotenuse بقى اللي احنا طلعناها، اللي هي 4 root 2. لو حليناها هنلاقيها 2 root 2. The projection of a line segment perpendicular to the given straight line. لو عندي بقى اتنين بقى، واحد فيهم كده ال projection line والتاني perpendicular عليه، هيطلع ايه؟ هيطلع point ولا هيطلع line segment ولا هيطلع straight line ولا هيطلع ray؟ هيطلع point. ليه؟ لا دي projection اهو، والتاني كان perpendicular عليه نازل كده، فالبروجكشن هنا يكون بوينت. ودي عشان خاطر كلمة ايه؟ perpendicular. الحاجات اللي بعمل عليها مارك دي تعمل عليها برضو بالماركر كده برضو. نيجي بقى دول لو عندي ترانجل، تمام، وفي بيربنديكلر، فقلنا ده اللي هو الاكليديان. فلو عندي ترانجل و90 وفي كمان بيربنديكلر يعني 90، فالسايد اللي من جوه ده اللي هو هنا ال A D ده، هنا B هنا C، ده A D times ال B C هيكون equal side times side. يعني سايد ده سايد، سايد 1 تايمز سايد 2، تمام، ايكوال بقى البربنديكولار تايمز الهايبوتنس اللي هو الاي دي مالتبلاي البي سي. ودي رولز اللي هو الهايبوتنس مالتبلاي البربنديكولار. في التو سيميلر بوليجونز بيكون الانجلز مالهم؟ احنا قلنا السايد بروبورشنال، الانجلز بقى مالهم؟ ايكوال. ممكن اقول ايكوال ان ميجر، وممكن اقول كمان كونجرنت. نيجي بقى اللي بعدها، لما يكون الشكل ده قدامي يبقى الانجل ترانجل دي ايه؟ لما يكون في ايكوال هنا رايت انجل ترانجل. تمام، يعني كده ارسم رايت انجل ترانجل.
تمام، وفي واحدة فيهم 30، يعني كده في واحدة 90 اللي هي كده اللي هي C، كده C 90 نقدر بقى نجيب الـ A. في واحدة 30 وواحدة 90، أكيد التالتة تكون إيه؟ 60، لأن الـ triangle كله 180، 180 minus الـ plus بتاع الـ 90 plus 30 120، 180 minus 120 يدينا بقى 60 degrees. السؤال اللي بعده: two similar polygons, the ratio between the length of the two corresponding sides is 1:3, it's a measure of the one angle in the smaller polygon, يعني واحد بقى في الصغير، تمام 30، then the measure of the corresponding angle في الكبير بقى، يعني عند ratio 1:3 أو 1:3، تمام العلامة دي بنقول عليها 2 TO 1:3، يدينا ايه بقى؟ ده الـ small ده great، هو بيقول لي بقى الـ angle دي موجودة في الـ small، يبقى هنا 30، يبقى لما تكون بقى في الجريت الكورسبوندنج بتاعها في الجريت هيكون كام بقى؟ ninety. يجي بقى دي رولز احنا قلناها من شوية، لو عندي ال AC باور 2 ايكوال مين بقى تايمز مين؟ ايكوال سمول صغير جنبيها على طول، ده الصغير ده بينها وبين الهايت ده اللي هو ال سي دي ملتبلاي بقى كله بقى ال سي بي، اوكي الحاجات دي كلها متعددة تاني، اوكي هنخليهم هوم وورك ماشي، اوكي جود باي، اشوفكم بكره على خير، باي باي باي.